السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من قناتكم خبراء اللغه الانجليزيه. النهارده ان شاء الله هنستعرض المشروع البحثي الخاص بوزاره التربيه والتعليم من الصف الثالث الابتدائي الى الصف الثالث الاعدادي. طبعا زي ما انتم عارفين ان الوزاره قررت عمل ابحاث منذ توقف الدراسه بتاريخ 15/3 الشهر اللي فات، وده بسبب طبعا فيروس كورونا. ربنا يحفظ الجميع وينجي الجميع يا رب. وطبعا بننصح الناس ان هي تلتزم بالقعدة في البيت وان هي ما تختلطش باي حد قدر الامكان لحد ما ربنا يزيح عنا الوباء يا رب وينجي الناس كلها. طبعا ناس كتير سألتني عن تفاصيل المشروع البحثي ازاي بنعمله، ولذلك النهاردة عملنا الفيديو ده علشان نوضح للناس تفاصيل المشروع البحثي ونبذة عن خطوات تنفيذ المشروع، عن معايير الحكم على المشروع، عن تقسيمة موضوع المشروع، وهنسيب لكم في الاخر روابط لتحميل تمبلتس او ورق فاضي على برنامج وورد متقسم بالضبط حسب تقسيمة المشروع وموجود على قناة اليوتيوب بتاعتنا، كما انه موجود ايضا على موقع وزارة التربية والتعليم. ولكن طبعا تسهيلا فهنحط كل المشاريع الخاصة بصف من اول الصف الثالث الابتدائي للصف الثالث الاعدادي في مكان واحد علشان نسهل، يعني برابط واحد بس هتنزل كله، حيث لو عندك كذا طالب في كذا مرحلة تقدر ان انت تكتب كل المشاريع مرة واحدة وتحمل كل المشاريع من مكان واحد. نبدأ بمعايير الحكم على المشروع. طبعا وزارة التربية والتعليم نزلت مجموعة من المعايير اللي لازم نعملها علشان نقدر نحكم على المشروع انه مشروع ناجح، وشوية حاجات ينبغي ان احنا نطبقها. خلاص معايا؟ تعالوا كده نشوف مع بعض كده اول سلايد بتقول ايه. لكي يعتبر مشروعك مقبولا يجب عليك ان اول حاجة تكتب عنوانا جذابا للمشروع. يعني مثلا مطلوب منك مشروع عن الصحة، تمام؟ يبقى انا عايز ابتدي بعنوان جذاب للايه الموضوع، عنوان الصحة. خلاص مثلا الصحة تاج على رؤوس الاصحاء، ده كده عنوان جذاب للموضوع. اتنين، تعرض المشروع بطريقة منظمة. تعرض ايه؟ المشروع بطريقة منظمة، يعني تكتب الاول على حسب كتابة اي مشروع بحثي مقدمة، خلاص، وبعد المقدمة تخش في صلب الموضوع، وبعد كده بتحط صور توضيحية، بعد كده بتختم الموضوع بطريقة شيقة، بعد كده بتكتب انت جبت الابحاث او المصادر اللي انت جبت منها المعلومات اللي في البحث بتاعك، بعد كده بتبدأ تكتب، خلاص تختم الموضوع وتقفل بالمصادر ونتائج التعلم. نتائج التعلم اللي هي احنا استفدنا ايه من البحث ده، او البحث ده اهدافه بتوصلنا لاي نتائج. خلاص كده. طبعا احنا هنستعرض مع بعض حاجة حاجة، ولكن انا بس بدي مقدمة للي احنا هنقوله ان شاء الله. تلاتة، تستخدم مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة. خلي بالك بقى من القصة دي، تمام؟ المشروع اللي هتتكلم فيه يعتبر بحث واحد فقط، طبعا مطلوب من كل طالب في اي مرحلة بحث واحد بس في جميع المواد. طب ازاي هعمل بحث واحد في الانجليزي والعربي والدراسات والرياضة او الحساب؟ خلاص ازاي هعمل بحث واحد شامل للموضوع ده؟ هتعمل بحث واحد شامل للموضوع ده بانك هتحاول توظف كل اللي اتعلمته في كل مادة، خلاص كده، في نفس البحث. طيب هل الموضوع صعب؟ الموضوع سهل جدا، محتاج منك بس تعرف الخطوات وتنفذها معي. اربعة، تلتزم بعدد الكلمات المحددة. لو البحث طالب منك في الجزء ده من 400 ل 500 كلمة،
مش هتكتب اقل من 400، مش هتكتب اكتر من 500 كلمه. لو البحث طلب منك في الجزء دي في الجزئيه دي من 100 ل 150، يبقى مش اقل من 100 ومش اكتر من 105. خلاص، يبقى بلتزم بعدد كلمات المحدده للبحث المطلوبه مني واللي هنشوفها بالظبط. 5، تلتزم بجميع محاور المشروع. يعني نشوف المشروع طالب منك ايه، مقدمه يبقى لازم اكتب مقدمه، صور توضيحيه لازم احط صور، خاتمه يبقى لازم اختم، مصادر يبقى لازم اذكر انا جبت الحاجات دي منين، تمام كده، نتائج البحث يبقى لازم اعرف نتائج البحث ايه، هي نتائج المترتبه على الكلام اللي انا قلته ده. يبقى ما اغفلش او ما اتجاهلش اي محور من محاور المشروع المطلوبه مني. رقم 6 واخر حاجه، مراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم. يبقى أكتب بالنحو بتاعي صح العربي، أو أكتب بالإنجليزي الجرامر بتاعي يبقى صح، الإملائي نفس الكلام مفيش حرف غلط، مفيش، أكتب علامات الترقيم زي الفاصلة والنقطة، علامة الاستفهام سواء بالعربي سواء بالإنجليزي أراعيها كويس جدا. كده عندنا 6 معايير للقبول، لازم التزم بالست معايير دول وانا بكتب. خلاص، طبعا الموضوع سهل جدا، محتاج بس تركز معايا. خلاص، لو كده ممكن تعمل كوبايه قهوه كده او كوبايه شاي وتيجي تقعد تشوف ازاي هننفذ الكلام ده. يبقى الست محاور او ست معايير اللي هيتم الحكم على البحث من خلالهم: عنوان جذاب مشروع، تنظم مشروعك، هتستخدم مفاهيم من مواد دراسية مختلفة، هتلتزم بعدد كلمات محددة، يعني هتكتب بعدد كلمات معينة كما هو مطلوب منك، هتلتزم بجميع محاور المشروع، خلاص، هتراعي القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم. طيب دلوقتي المشاريع المطلوبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي مشاريع نفس العناوين. نفس العناوين يعني إيه؟ يعني مشروعات محددة بنفس العناوين، يعني 4 مواضيع ثابتين من ثالثة لستة. هل معنى ذلك ان من طالب من ثالثة ابتدائي للطالب من لحد ستة هيكتبوا نفس المشاريع؟ لا، هو العنوان واحد. يعني عنوان الصحة مثلا على سبيل المثال ثالثة ابتدائي، رابعة ابتدائي، خمسة، ستة ابتدائي، خلاص تمام. يبقى من اول ثالثة ابتدائي لحد ستة ابتدائي، اقل من كده مش مطلوب منهم مشاريع، واولى وثانيه وثالثه اعدادي مطلوب منهم مشاريع اخرى. خلاص معايا؟ تمام. هيبقى نفس الموضوع، ولكن طالب ثالثه ابتدائي هيطبق اللي اتعلمه في الانجليزي في ثالثه ابتدائي، وفي العربي في ثالثه ابتدائي، وفي الرياضه في ثالثه ابتدائي. طالب رابعه ابتدائي هيطبق اللي اتعلمه في الانجليزي وفي العربي والرياضه، خلاص، وهكذا. وطالب خمسه هيبقى معاه مثلا الدراسات وهكذا، وطالب سته هكذا، على حسب الموضوع. لو الموضوع فيه ناحية علمية يبقى بطبق اللي انا اتعلمته في العلوم، الموضوع فيه تاريخ او فيه دراسات يبقى بطبق اللي اتعلمته في الجغرافيا او في التاريخ او ما شابه ذلك، لو الموضوع فيه حسبة رياضية يبقى احسب الحسبة الرياضية دي زي ما اتعلمت في الرياضة، تمام. الموضوع طبعا الانجليزي ثابت في كله، الانجليزي ثابت في كله، بس مش بتكتب اكتر من جملة او جملة ونص باللغة الانجليزية. هنشوف دلوقتي الطريقة. فهمنا كده كيفية اعداد المشروع. نخش بقى مع بعض على المشاريع المطلوبة من الصف الثالث الابتدائي للصف السادس الابتدائي. طبعا انا مش هشرح كل المشاريع بالنسبة لجميع الصفوف، ولكن انا هاخد مثال الصف الرابع الابتدائي، تمام، وهسيب لك نموذج الصف الثالث والصف الرابع والصف الخامس والصف السادس، تمام، المطلوب منك في الاربع مواضيع دول، تمام، بحيث ان كل واحد مختلف قليلا فيما هتعرضه عن التاني، تمام. يبقى احنا كده هنمسك نموذج الصف الرابع الابتدائي. مطلوب منك من الصف الثالث الابتدائي للصف السادس الابتدائي 4 مشاريع، هم: 1 السياحة، 2 الطاقة، 3 الصحة، 4 الماء. يبقى السياحة والطاقة والصحة والماء، تمام كده. ولكن كل صف هيتكلم بطريقة مختلفة شوية عن الصف اللي قبله. انا بنبه يا جماعة، الوزارة نبهت تطابق المشاريع، يعني لو طالبين في رابعة ابتدائي كاتبين نفس المشروع بالظبط
بنفس الكلام بنفس الطريقه، يعني ناقلين من بعض او مصورين من بعض البحث. عند تطابق المشروعات مفيش درجه، الطالب لا ده ولا ده هيحصل على الدرجه. فما تحاولش ان انت تاخد مشروع جاهز وتكتبه او تصور المشروع من حد. دايما خلي مشروعك مكتوب بايدك، هتخلي ولي امر بابا او ماما يقعد معاك يساعدك في الكتابه. تمام، ينبغي ان الطالب يقعد يا جماعه، ما تخلوش ولي الامر يعمل المشروع والطالب ما يعرفش عنه حاجه، لان انت ممكن تفاجئ السنه الجايه ان المشروع مثلا المدرسين بيناقشوا الطلبه فيه في بدايه السنه الجديده. خلاص، طب هتعمل ايه؟ طب الطالب ما عندوش اي فكره. لا، يبقى الطالب قاعد معايا او ابني او بنتي قاعده معايا وانا بعمل المشروع قاعد جنبي. هو طبعا ممكن مش هيكون عنده مهاره الكتابه على الكمبيوتر على الوورد، تمام، التنسيق والطباعه والرفع على الانترنت وتسليم البحث وكل الكلام ده انت هتعمله، ولكن خليه جنبك وانت بتكتب. تمام، وعرفوا الخطوات خطوه بخطوه. نبدا بقى مع بعض كده باول مشروع مطلوب من الصفوف من ثالثه لسته ابتدائي، هو السياحه، ونخص هنا بالذكر رابعه ابتدائي. المشروع المثال على رابعه ابتدائي في السياحه بيقول ايه؟ تمتلك مصر العديد من آثار العالم التي تجذب إليها السياح من كل دول العالم. في ضوء دراستك قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي. عندنا ثلاث حاجات اهو، خلاص هنكتبها في مشروع السياحة للصف الرابع الابتدائي. أول حاجة أهمية السياحة للدخل القومي. طيب أهمية السياحة للدخل القومي دي أنا هكتب بيها مقدمة. السياحة ليه تعتبر مهمة للدخل القومي؟ علشان هي بتجذب الاستثمارات وبتجذب السياح الأجانب وبتدخل عملة صعبة للبلد وبتوفر فرص عمل و و و ما إلى ذلك. تمام؟ طيب تفتكر ده خاص بإيه؟ ده خاص بالعربي، لأن ده يعتبر شبه موضوع تعبير شوية. تمام؟ يبقى اللي أنا هوظفه هنا اللغة العربية. اتنين، عبر في ضوء ما درست في درس الكسور. إيه ده؟ إحنا دخلنا دلوقتي إيه؟ دخلنا في مادة الرياضيات. في درس الكسور عن نسبة الآثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم. حلو قوي. يبقى مصر تمتلك تلت آثار العالم. خلاص كده؟ يبقى مصر تمتلك 1/3 من آثار العالم. يبقى أنت كده هتعبر بالنسبة بالكسر 1/3. خلاص كده؟ نسبة السياح التي تحلم أن يزوروا مصر مع ذكر بعض المقترحات لتنشيط السياحة وتزويد هذه النسبة. يعني مثلا أنا بحلم أن 60% أو 50% من السياح في العالم يكونوا في مصر كل سنة، يبقى برضو النسبة هتبقى 50%. تمام، اللي هي 1/2 خلاص، أو 50/100 مش هتفرق معاك. نسبة كسر النص، استخدام كسر نص. تمام، 1/2. طيب هتقول بقى بعض المقترحات ازاي انشط السياحه. هعمل اعلانات ترويجيه على الانترنت، اعلانات على التلفزيون، هعمل لفافات في الشوارع، هتكلم الناس عن مصر، هنشر كتب واوزعها بالمجانا على السياح. كل ده تنشيط السياحه. هعمل زيارات، اعمل مؤتمرات زي مؤتمرات العالم اللي بتتعمل في مصر، زي مؤتمر العالم للشباب والكلام ده كله. كل ده بينشط الايه؟ السياحه. صمم دعوه لزياره مكان سياحي باللغه العربيه واحد اللغات الاجنبيه. حلو جدا. انت بتدرس ايه؟ والله انا في مدرسه حكومي بدرس عربي وانجليزي. يبقى انت هتعمل دعوه تدعو احد السياح لزياره مكان سياحي في مصر زي الاهرامات، وهتقول له نحن ندعوك لزياره الاهرامات، الاهرامات مكان جميل و و و، وبعدين بعد ما تخلص هتكتبها هي هياها بالانجليزي. تمام، I invite you to visit the pyramids، انا ادعوك لزياره الاهرامات. خلاص، it's a very famous place، فهي مكان مشهور جدا in Egypt في مصر. تمام، وهكذا. يبقى انت هنا وظفت اللغه الايه؟ الانجليزيه. طبعا زي ما قلنا الموضوع بالانجليزي صغير جدا، الدعوه ما تتجاوزش سطرين. تمام، اعمل سطرين بس، حاول تكون مختصر على قد الامكان. مش مطلوب منك هنا انك تكتب موضوع كامل باللغه الانجليزيه خالص، هو مجرد توظيف. زي ما انتم لاحظين القالب الاساسي هو اللغه العربيه، وداخل فيه رياضه،
داخل فيه انجليزي، تمام، داخل فيه صور توضيحية. الموضوع الثاني هو الطاقة. للطاقة استخدامات كثيرة في حياتنا اليومية كما تتنوع مصادرها. في ضوء دراستك قم بأداة مشروع بحثي يتضمن ما يلي: البترول والغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة. ده ايه؟ ده علوم، ده علوم. البترول والغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة، هي مصادر طاقة غير متجددة، صح؟ يستخرج البترول والغاز من الأرض أو من قاع البحر، تمام؟ وهي تعتبر أحد مصادر الطاقة الغير متجددة. طيب، اتنين، استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. الغاز الطبيعي يستخدم مثلا في اسطوانات البوتاجاز، في مثلا تشغيل السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، في مثلا البيوت وهكذا. البترول يستخدم مشتقاته، البنزين مثلا يستخدم في محركات السيارات، تمام، وهكذا. جمع معلومات عن قراءة عداد كهربي منزلي أو إيصال في 3 أشهر متتالية ومثله بيانيا بالأعمدة. ده دخلنا كده في رياضة رابعة، التمثيل البياني بالأعمدة، الإحصاء أو التمثيل البياني. يبقى هجيب وصل، تمام، القراءة بتاعت الوصل كام، استهلاك الكهرباء، طب الشهر اللي بعده، طب الشهر اللي بعده، اجيب 3 وصولات، تمام، واعمل بالتمثيل البياني قراءة العداد. لو هي قراءة متصاعدة، يعني استهلاكي الشهر ده اللي بعديه اكتر اللي بعديه اكتر، يبقى اول عمود هيبقى اقل، التاني اعلى، التالت اعلى، واعمل رسم بياني محورين، تمام، الاستهلاك خلاص والاشهر. يبقى الاشهر الشهر الاول الثاني الثالث، والاستهلاك بالكيلو وات خلاص في الساعة، تمام. طيب نخش على الموضوع التالي، الصحة. تهتم الدولة اسف لسه في حاجة صغيرة، حدد الشهر الاكثر استهلاكا، يعني احدد اني شهر استهلكت فيه اكتر والاقل استهلاكا واقل شهر استهلكت فيه. من وجهة نظرك اسباب ذلك، ليه انا استهلكت الشهر ده كتير؟ والله يمكن كنا في الشتاء وكنا بنشغل المدفأة والسخان وحاجات بتستهلك كهرباء، واكتب اسم كل شهر باللغة العربية وبأحد اللغات الأجنبية. يعني مثلا يناير، فبراير، مارس، يبقى هكتبه مرة يناير، بعد كده جانواري، فبراير، فبراري، مارس اللي هي مارش، يبقى انا كده استخدمت الانجليزي كمان في البحث. نخش على الموضوع الثالث، الصحة. تهتم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لأبناء المجتمع. في ضوء دراستك قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: الصحة، هتكتب بقى مقدمة إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ينبغي على الجميع الاهتمام بالصحة واتباع الأساليب الصحية المفيدة للوقاية، تمام، وأكل الغذاء المنتظم، الغذاء الذي يحتوي على مصادر الفيتامينات، و و و هتتكلم على كده، وهتخش على اساليب الحفاظ على اجهزه جسم الانسان، ازاي احمي جهاز القلب مثلا، الجهاز الدوري، تمام، قلب الاوعيه الدمويه، تمام، تجنب شرب مثلا التدخين، تجنب التدخين، تجنب الاطعام اللي تحتوي على دهون عاليه، على سكريات عاليه، خلاص. امسك بقى جهاز جهاز، الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، وابتدي اتكلم الحفاظ عليه ازاي. جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، بتكلم جهد الدولة ازاي، الدولة بتوفر العلاج، التأمين الصحي، المستشفيات، خلاص، التجهيزات اللي الدولة بتعملها، الرعاية الطبية، خلاص، التطعيمات، تمام، وهكذا. كل دي جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. اخر حاجة، تصميم اعلان وكتابته باللغة العربية وباحدى اللغات الاجنبية على جهود الدولة في مجال الصحة على شكل مربع بطول ضلع مناسب، ثم احسب محيطه. احنا كده دخلنا عربي وانجليزي ورياضة في التصميم الدعائي ده. بعمل مربع، اعمل المربع، طبعا محيط المربع طول الضلع في نفسه، صح كده، خلاص، تمام. هتبتدي حضرتك تشوف ازاي هتصمم الدعوة، خلاص، وتبتدي تكتب دعوة باللغة العربية
وتكتبها تاني باللغة الأجنبية جهود الدولة في مجال الإيه؟ الصحة. يبقى الإعلان إن الدولة بتهتم بمجال الصحة بتوفير المستشفيات والتأمين الصحي. وبعدين بعد ما تخلص تكتبها باللغة الإنجليزية، بعد كده بتطلع محيط المربع، تمام؟ خلاص. طبعا هترسم الضلع، لما تيجي ترسم الأضلاع ترسم الضلع الأضلاع متساوية طبعا، لو 3 سم يبقى كل المربع 3 سم في 3 سم، وتحسب محيط الضلع و محيط المربع آسف، وتكتب الناتج بتاعه. رابع موضوع وهو الماء. للماء أهمية كبرى في حياة الكائنات الحية، وبدونه تستحيل الحياة على وجه الأرض. يبقى أنا هعمل مشروع عن المية، هكتب أهمية المية، إن هي تحتاجها الكائنات الحية وتحتاجها النباتات للنمو، وهي تحافظ على الصحة والخلايا، وابتدي بقى أتكلم. حالات الماء في الطبيعة، هنا بنتكلم علوم، صلبة، سائلة، غازية. صلبة مثلا كالتلج، سائلة اللي هي الحالة العادية، الغازية اللي هو بخار الماء. أهمية الماء للأنشطة الاقتصادية، الماء عنصر مهم جدا في الزراعة، في الصناعة، وهكذا. خلاص. حساب عدد زجاجات المياه التي يستهلكها أفراد أسرتك في اليوم. لو أنا عندي مثلا 5 أفراد بنستهلك في الشتاء زجاجة واحدة، يبقى 5 × 1 = 5. طيب في الصيف عندي 5 أفراد كل واحد بيشرب 3 زجاجات، يبقى 5 × 3 = 15 زجاجة في اليوم. ثم قدر ذلك في شهر كامل في أحد شهور الصيف وأحد شهور الشتاء. احنا قلنا 5 أفراد أسرة في زجاجة في الشتاء، يبقى 5 زجاجات في اليوم في 30، يبقى بنستهلك في الشهر 150 زجاجة. خلاص كده تمام. 5 أفراد أسرة في 3 زجاجات في اليوم، يبقى 15. 15 في اليوم في الصيف بقى استهلاك عدد المية بيزيد، 15 في 30 يبقى 450 زجاجة. يبقى 150 زجاجة في الشتاء و 450 زجاجة في الصيف. احنا كده عبرنا بالحساب عن حساب عدد الايه الزجاجات بالنسبة للصيف وبالنسبة للشتاء. اكتب عدة نصائح لزملائك لترشيد استهلاك المياه باللغة العربية واحدى اللغات الاجنبية. طبعا الناس بتوع رابعه فاكرين ما كنا بنقول الحفاظ على المية باللغة الإنجليزية، وكنا بنقول don't take long showers، ما تاخدش دش أو استحمام طويل مدة طويلة، take short showers، وقم بالاستحمام لفترة قصيرة لترشيد المياه، اغلق الحنفية أو الصنبور جيدا، close the tap well، يعني اقفل الصنبور جيدا. خلاص. وهكذا. 3 أو 4 نصايح باللغة العربية ومترجمين باللغة الإنجليزية. كده احنا استعرضنا المواضيع وطبقناهم بالنسبة للصف الرابع الابتدائي. طبعا انا هسيب لكم كل محاور مواضيع بالنسبة مواضيع البحث، الـ4 مواضيع اللي قدامنا بالنسبة من اول الصف الثالث الابتدائي للصف السادس الابتدائي في ملف، تقدر تنزل كل ملف وتفتحه وتشوف محاور الموضوع خلاص، وتدرسها قبل ما تبتدي الكتابة. طيب بعد كده خلاص هنبدأ نشوف الشكل اللي الوزارة محدداه. خلاص. التقسيمة اللي الوزارة كتباها نفس التقسيمة دي موجودة في كل المراحل. خلاص تمام. ما عدا كلمة الصف الثالث الابتدائي، دي هتلاقيها الصف الرابع، الصف الخامس، الصف السادس، تمام، واسم المشروع. تمام كده. طيب هتعمل ايه؟ هتكتب عنوان الموضوع، الصحة مثلا كذا كذا، الرقم التعريفي اللي هو كود الطالب، الرقم التعريفي يا جماعة اللي هو كود الطالب، تمام، وتحتيه هتكتب كود الصف، يعني في الرقم التعريفي ده كود الطالب اولا وتحتيه كود الصف. المقدمة، تدي مقدمة عن الموضوع من 20 لـ25 كلمة، يعني المقدمة لا تزيد عن 25 كلمة. بعد كده عناصر الموضوع من 200 لـ250، قلنا ما ينفعش اقل من 200، ما ينفعش اكتر من 250. انا بتكلم عن ايه؟ على السياحة. يبقى حط صورة هنا مثلا للاهرامات، وهنا صورة مثلا لبرج القاهرة او لمعبد الاقصر. يبقى انا كده عملت صورتين حطيتهم بالنسبة للموضوع. بكتب بقى الجزء الخاص بالموضوع في الجزء ده، تمام، من 200 لـ250 كلمة. بعد كده
النتائج. النتائج معناها ايه؟ ها نتائج التعلم. احنا استفدنا ايه من المشروع البحثي ده؟ المشروع البحثي ده بيقول لنا نعمل ايه. طب ايه النتائج المترتبه على ان احنا نطبق الحاجات دي ونهتم بالسياحه ومش عارف ايه، ها زياده فرص العمل، زياده الدخل القومي وهكذا. المصادر اللي هي انت جبت الكلام ده منين. يعني انا مثلا وانا بدور على مشروع السياحه دخلت على موقع وزاره السياحه وزاره الاثار والسياحه المصريه، يبقى اكتب وزاره الاثار والسياحه المصريه. دخلت على موقع تاني بيتكلم عن السياحه، عملت بحث في جوجل فلقيت موقع، اكتب اسم الموقع. دخلت على المكتبه الرقميه بتاعه الوزاره وقريت عن السياحه فيها، يبقى اكتب المكتبه الرقميه لوزاره التربيه والتعليم. جبت الكلام اللي انت كتبته ده منين؟ يبقى لازم هي دي كلمه المصادر. كده احنا استعرضنا كل ما يخص البحث، تمام؟ وان شاء الله هسيب لكم رابطين اسفل الفيديو، تمام؟ الرابط الاول في المشاريع الخاصه بكل صف من الثالث الابتدائي للسادس الابتدائي، وكمان في نفس الملف ده في، تمام خلاص، القوالب اللي احنا المفروض نعملها في كل اللي هو القالب ده اللي هو بنكتب فيه، خلاص بصيغه وورد، بصيغه وورد، تمام كده. يعني ايه بصيغه وورد؟ يعني لو فتحته على الكمبيوتر تقدر ان انت تكتب جوه كلمه عنوان الموضوع، الرقم التعريفي، تعلم بالماوس جواه وتبتدي تكتب، خلاص ده تسهيلا طبعا على الناس، تمام. والرابط الثالث هيبقى بعض نماذج المشاريع اللي موجوده. طبعا انا بقول ما ينفعش تعمل زي المشروع، يعني انا مثلا هديك نموذج عن مشروع الصحه، اعرف مكتوب ازاي علشان تكتب حاجه مشابهه ومش حاجه متطابقه، يعني تبقى فاهم بس الدنيا ماشيه ازاي عشان تعمل زيها، خلاص. بس مش مطلوب منك ابدا انك تنسخ المشروع وتكتبه، تمام. هحاول ان شاء الله الممكن موضوع عن الطاقه، موضوع عن الصحه، اللي هيقدر يتوفر امامي من المواضيع الجاهزه على الانترنت هنزلها احطها في الملف الثالث ان شاء الله. اي استفسار اي تعليق سيبه لي اسفل الفيديو، وهتلاقوا روابط التحميل تحت الفيديو. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، تمام، علشان نقدر ان احنا نوصل طريقه البحث لاولياء الامور والناس المهتمه بعمل بحث الوزاره، خلاص. وطبعا اذا احتجتوا بقى ابحاث الصف المرحله الاعداديه ان شاء الله سيبوا لي التعليق في اسفل الفيديو. هل محتاجين فيديو تاني بيتكلم عن طريقه البحث للمرحله الاعداديه، ولا بس محتاجين الملفات؟ هسمع رايكم في التعليقات وان شاء الله هننفذ اللي الناس تطلبه. كان معاكم احمد حلمي من خبراء اللغه الانجليزيه. نشوفكم على خير، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو. نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه قادمه، والسلام عليكم.